طيب يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. مرحبا ومسهلا. طبعا السياره ذي ما عرفتكم عليها. السياره هذه يا جماعه الخير اول سياره شريتها، طبعا هوندا كورد معروفه في العائله، كل فتره تنتقل لسلاله ثانيه. يعني المره الاولى انت تستخدمها، المره الثانيه مو انت اللي راح تستخدمها. يعني اول 5 سنوات لك، ثاني 5 سنوات لاخوك، ثالث 5 سنوات لولدك. حبه حبه هي يعني تترعرع مع العائله هوندا كورد، واللي ما عنده هوندا في البيت صدقوني العائله فيها 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 لبس. طبعا كلموني قالوا سامة نبغى نصلح السيارة من إلى. طبعا مثل ما انتم عارفين والله انها ما كانت كذا، ما كانت كذا نهائيا. ترى نظفوها ولا كانت وصخة، هي حرفيا ما كانت كذا أبد 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 أبد. يوم أسلم العهدة حرفيا السيارة ما كانت كذا نهائيا، لكن بعد ما صاروا يسوقون خذ صدمات. راح نبدأ نجدد السيارة من إلى، من صدام لين آخر صدام. عندنا هنا نشوف رفرف، عندنا منتهي هنا يبغى له تغيير، ما ودنا نسمكر نبغى نغير. عندنا مرايات، صدام يبغى لنا صدام يا جماعه الخير، عادي الصدام الرشه فايبر جلاس. عندنا هنا البويه بهتت، وعندنا هنا الباب نحاول نشفط الباب من الصدمه. عندنا هنا برضو مرايه يبغى لها تغيير، اتوقع بيتنا راعين تشطيف. عندنا يا جماعه الخير هنا الصدام اللي ورا، وخلنا نفتح الكبوت حق الساره. بسم الله. هنا الداخلية، شو داخليتها يا جماعة الخير؟ يعني الداخلية نقول ممتازة، داخلية ممتازة. هذا الريموت اللي استخدمه داخلية يعني شبه نظيفة، يعني ما نحاست، لأن دائما مقعد واحد اللي يستخدمونه، باقي المقاعد ما فيها أحد. نبي نشيك على الكبوت. بسم الله. وش هذا؟ هذا وش هو؟ هنا صوفة مكينة، الجلدة حقت المكينة يبغى لها، الوجه وجه المكينة. البطارية قد تغيرت. نعم، نشيك على زيت السيارة. فيها زيت؟ لا لا تستنني، لا لا فيها زيت، فيها زيت يا جماعة الخير. اوكي هنا في تهريب، بس ما ادري وش التهريب. كراسي توقع ممتازة، الكراسي كراسي ممتازة. ايش يقول طين؟ اوه عندنا الشبعات، عندنا برضو الشمعات يا جماعة الخير تحتاج تغيير، مصفرة والله مرة. حتى تنظيف اتذكر قد نظفتها بس ما انظفت. شيك على موية الرديتر هنا، كأنها ناقصة والله. بسم الله. يبغى لنا سير مكينة بعد، والله فيه قطع واجد استهلاكية. اي والله ناقصة مية الرديتر، مرة ناقصة. حلو يمشون بدون موية، يا سلام. طبعا هذه القربة، هذا الرديتر، ولكن منين نتعاير. جميل. انا الحين بس نظر قاعد اشوف اشياء كثيرة. طبعا هذه مفكوكة اتوقع من طاب الحفر. نشوف المساعدات، الكفرات برضو، الجنط هذه غير مريحة، يحتاج نغيرها يا ربع. بسم الله. كيف اسوي شيء انا وشو؟ طبعا شغل السيارة، لف الدركسون يسار آخر شيء عشان وش نشوف؟ نشوف هل في زيوت طالعة من المساعدة ولا؟ لا لا ما في شيء، مرة زينة. تمام. طبعا أول شيء نروح له يا جماعة الخير، أول شيء قبل ما نسوي أي شيء، قبل ما نغير زيوت ونغير كل شيء في السيارة، أول شيء نروح له حق لا إله إلا الله، حق البدي. نشوف لنا الرفارف ممتازة، نشوف شغله، هل هو فيه سحب ولا فيه تلطيس؟ تلطيس يعني يحط فيه معاجين كثيرة. هذا أول شيء نشوفه قبل ما نروح للمكينة. نعبي الموية الرفع. بسم الله. يلا فاضي. أيوة طبعا له حد، حد كذا يجيك محدد بس كذا يكفي، بعدين نقفله. إذا عبنا فل شوف الحد هنا، هذا الحد حق تشوفونه، هذا اللو وهذا الماكس. هنا عاد باقي المويه تحطونه هنا. طبعا هذا ما ينفتح لأن الموتور بارد. الباقي تحطونه في المساحات. يا سلام كذا خلصنا، نقفله. تبغى له يروح بعد شوي البنشري، خليهم يسحبون من الزيت. ما لهم الزيت طلع من فوق، معلوم اكيد بيطلع زايد. معليش السياره مو بقيادتي انا، والله لحد الان ما ادري يا اخي هو زايد ولا انا اتوهم ولا ايش السالفه، ولكن يحتاج اروح نغير الزيت بالكامل بما انه وصل المرحله هذه. يبغاني نروح نغير الزيت بالكامل، لو زايد مشكله، عشان كذا يطلع من عند الصواف، وعادي الموتر يدخن لا رقه فوق. طيب كم نروح ولا هذه نروح نفكها عند البنشري باذن الله. السلام عليكم، مساء الخيرات، اهلين وسهلين، كيف حالكم؟ طيبين يا جماعه الخير. الحين الان يا جماعه الخير للصناعيه، بنشوف وش وضع الزيت، ليه يزود داخل المكينه.
أخي سألت بحثت تحريت في البيت، الكل يقول لا والله ما زدناه ولا أصلا ما يعرفون إنه وين مكان الزيت والأشياء ذي يعني. رايحين صناعية ونشوف وش السالفة وش صاير في سيارتنا. شيء ثاني برضو بنشوف القطع حقت السيارة وش وضعها، وبرضو نشوف الباب كم بيشتغلونه لو يبغاهم يشفطونه، يعني بنشوف كذا شغل زيادة على كذا. ممكن مرة تشليح نبحث لنا عن مرايات أو يمكن نشتريها جديدة محلات قطع غيار. الحين ناظر ها وين مشرع، أنا قسم بالله ما أدري، قسم بالله العظيم والله العظيم ما أدري إيش قاعد يصير. يلا قربنا الصناعية يا جماعة الخير، لا نحن نحصل عاد محلات ممتازة عاد ما يلعبون علينا. طيب جماعة الخير يقول من الممكن المشكلة في سيارتك بلف بخار. طبعا هذه ورشة حرفيا عريقة عندنا، عريقة مرة. قال أول شيء خلنا على البلف البخار وإن شاء الله أنه بلف بخار. يقول ماكينة ما أتوقع أن فيها أنها تدف بنزين زيادة على الماكينة أو زي كذا. البلف البخاري جماعة الخير غير 105 يا رجال. طلع بعدين نزله. ايوه لا خله 90 اشوف ممتاز. يجي ان شاء الله. هذا هو البلف البخاري جماعة الخير، طبعا اخذته ب 105 ريال ما نقص لي ولا ريال دي. ان شاء الله انه يكون بلف بخاري. اول شيء نبدا فيه الاشياء ذي حرفيا البسيطه اللي ممكن يوم من الايام يا حلو ممكن طيبين وكم زينه يوم من الايام تضرب لك الماكينه. طبعا جماعة الخير عندنا الريديتر هنا صار يهرب في تهريب، طيب يغير فيها، ولكن راح شيك على حق الريديترات بعد ما تخلص من التركيب، ننتظرها بس تخلص ونمشي. ركبناها يا جماعة الخير، القطعه يقول لي صارت فيه خربانه، صارت تسحب بنزين وتدخل على الماكينه. طيب يا جماعة الخير الحين اذن المغرب، نطلع نصلي المغرب، بعد ما نصلي المغرب باذن الله نتوجه لحق الريديترات عشان يشوف مشكلة الريديتر. بإذن الله الأمور سهلات بإذن الله. فك الريديتر قال لي نعم، طبة حقت الريديتر كانت خربانة فكه وطلع المراوح الآن بفك كل شيء، برضو بيغسل هنا الريديتر. وش هنا خربان مدير؟ فكيت الطبة؟ يا سلام فك الطبة الحين بيصيخون الريديتر. هذه الخربانة تتخر من هنا من عند الأطراف. يا سلام الله يعطيك العافية. كم ممكن ساعة يحتاج؟ إن شاء الله ممكن واحد ساعة كذا. واحد ساعة بإذن الله. بإذن الله. يلا شكراً. يلا واحد ساعة يجي. يلا خليها واحد ساعة ونرجع له. طبعاً هنا محاولة مكاسرة. ها مدير كم نهاية؟ أهلاً وسهلاً كم نهاية؟ نهاية بلاس ما في. بلا. طبعاً ركب يا جماعة خير رديتر، غير الطبة وشيك على البلف، وركب لي موية. وركب لي مويه اصليه، شيء عادها مليون مره مويه اصليه، ضبط لي الطبه من هنا، يقول الحين امورها في السلام. ف خلينا نشوف كم نهايه. كم مدير؟ تسمع في خوف. يلا ها قفل تسجيل لانه ينحرج هو شوي. طيب يا جماعه الخير صار الحساب 280 ريال. لا شغله ممتاز، بقول لكم قصه عن هذا، انا ليه اثق فيه مره. جينا ناخذ زيت يا جماعه الخير مع الفلتر، بعد نروح للورشة نغير الزيت. يا سلام هذا صح؟ كم؟ تم باقي واحدة عندك نص من أول توقع كان عندي. لا شوف لو عندك نص أفضل يعني. مساء الخير يا جماعة الخير، هذا اليوم الثالث، راح نروح الآن نغير الزيت. أمس والله ما قدرنا، السيارة طولت في الصناعية يوم يغيرون حساس أو فلتر البخار ويغيرون الله يسلمكم اللي هو الريديتر، صلحوا الريديتر. فالآن والله ممثل يعني دخل، فالآن بنروح وين؟ بنروح الله يسلمكم نغير زيت السيارة. هذا هو الزيت اللي شرناه يا الربع الأصلي حق هوندا كورد، خدناه ب 140 مع الفلتر. وصلت السيارة جماعة الخير البنشر من الزيت، هذا الزيت اللي نستخدمه للسيارة. اشترى محل قطع غيار، روح البنشر خلي يغيره لك 5W30 أو 30W5. هذه فلان راح ينزلون الزيت من تحت وركبوا لنا الزيت الجديد. هذا أتوقع الزيت هذا أحسن له، طلع الله يسلمكم يوم الزيت زاد طلع من هنا أتوقع. أخير ذكرت شغلة، قلت ليه أصلح أغير الزيت وباقي الوجه ممكن يكون خربان، خل نروح نشيك على الوجه اول، نشيك على الوجه بعدين نرجع نغير الزيت او نغير الزيت عند حق الوجه.
طيب يا جماعة الخير، طلعت من الورشة قبل شوي، قال لي أسامة شو اسمه لا إله إلا الله عايدي اللي كان هنا موجود فوق مو رسالات، غير الزيت ما في أي مشكلة. قال هذا الغطاء بس من فوق معرك شوي. الآن يا جماعة الخير بنروح للسمكري، شوفنا سمكري كذا ممتاز، مو سمكري معاجين يلطخ، لا لا بشوفنا شيء نظيف ومرتب. طبعا مستخدمين هوندا يعرفون هوندا كورد من السيارات حرفيا اللي توفر بنزين بشكل كبير مرة، يعني تعبيها بنزين شوي تقعد معاك إلى ما لا نهاية، يعني من تجربة شخصية. هذا شارع كم تسعة، لا مو هنا هو، تصدقون عدينا 100% ما فيني، يعني هذا ما يجي شفت نهائيا؟ ايه ما يجي هنا نهائيا شفت. طب لو تشيل الجسر اللي جوا، ايه تبي شويه تعديل؟ انا ما يبغى ابو حرام، يعني الضربه ما في قوي هم مره، خلي تعديل شويه. طيب تعال شوف لي الرفرف، لا يبغى تعديل يجي 100% عشان اودي فحص ودي كل شيء. هذا الرفرف ما في يمدي، هذا برضه تبي تعديل وهذا تبي تعديل ما في يمدي، يرجع 100%100% لازم سمكرة، لازم سمكرة كذا تنشن نظيف ما في سيدا. آه. لازم معدوم، لكن يجي التعديل شو يبين بالفاسي نجيب. لا لا انا يبغى اسوي كله جديد. طيب معلوم نفر بيع رفرف مستخدم تشليح، تشليح ما في خارج تشليح صح؟ ايش الموديل السيارة؟ 13. طيب هنا شوف باب، هذا ما يبغى اسوي صح؟ خليه، لا عف موجود طبعا كامل كله. ايه. ما شاء الله هو شد بلد. ايه شد بلد. ايه هذا رفرف صدام لازم رش. والله يا جماعة خير انا محتار الصدق، محتار محتار مرة. ليه يا اخي الموتر حرام انه يتسمكر، حرام شكلي بروح تشليح ادور لي رفارف يا ابوي شيء نظيف افضل ما سمكر. نروح الان غير الزيت. طيب يا جماعة خير دخلنا حراج بنبحثنا عن قطع للسيارة، بغالنا رفرف وباب يسار، الرفرف يمين اتوقع، اي الرفرف يمين والباب اليسار اللي قدام حق السايق. نكتب باب، نبحثنا عن باب هوندا بس خلنا كاتبين 2013، قطع هوندا كورد من 2013 ل 2017. لا لا الرفرف اللي قدام عندنا يسار لا كويس، ما عندنا نفس القطع اللي نبغاها. نروح مرة ثانية نبحث لنا باب هوندا كورد الراكب الجهة اليمنى موديل، لا نبغى لنا باب يسار 2013 هوندا كورد 2013، البيع هوندا كورد 2013 ما شاء الله 63 كذا سعر هوندا اوبا شكله يبيع سيارتي. طيب يبغى لنا الله يسلمكم باب، والله ما في البيع اغراض هوندا كورد من 2013. طيب لا لا ما في شيء، هو من 8 شهور. طيب نروح نبحثنا عن وش، نكتب قطع غيار هوندا، قطع غيار اكورد، او لا نكتب رفرف رف. يمين اكورد 2013 او اي 2013 2014 بيعطي. طيب كورد 2013، والله يا جماعه خير ما لقيت. ايوه ابواب يا سلام، خلينا نشوف وين نظيفه، لا فيها دقه، ذي فيها دقه، ابغى لون فضي. ايوه اتوقع كل نظيف. هذا وشو هذا السايق؟ ادري كم هذه عفطه، لا والله عفطه احس. تصدقون الجنوط ودي فيها، لان ودي اغير جنوطي اللي عندي. بغانا نروح يا جماعه خير تشاليح، بغانا نروح الرياض تشاليح، والله سعر هوندا غالي. شكلنا بكره يا جماعه خير بنطلع التشاليح نشوف لنا قطع.